سكي يكفي 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 خلاص. ما ينفع أبوه، هذا ما ينفع أبوه. ها ناوي تقول الحقيقة ولا نكمل معاك؟ ما عندي شيء أقوله، كله موجود بالورق. موجود بالورق؟ شكله مو هو بناوي يعترف. أديله خلاص حرام. أنا قل كلام ثاني عشان تفتك من هذا الصيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إيش قاعد تسوون أنت بالرجال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نويكم الله ما خليكم. فكوا فكوا يا مهران فكوا. إنا لله وإنا معك المحامي، لا تشيلها، معك المحامي نواف نواف الخاص لنايف الله يرحمه يسكنه الجنة. فكوا 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 وخلنا لحالنا. هذا أول مرة أشوفه أنا. أعرفك بنفسي، معك المحامي نواف نواف، رقم تليفوني 66 شارع أم العلا. أي قضايا أي شيء تبونها أنا مستعد فيها. أنا يسموني حلاق العقد، عفوا حلال العقد. أي شيء تبونه دق علي بيجر زين. يلا سامر أنا أبي الشرطة، أنا لازم تجي الشرطة. تبي الشرطة؟ لا ما يبجاه الشرطة ولا لا، خلي مهران يكمل شغلها الحين. خلاص خلاص اتفق. أنت فاهم. طيب أنا قالوا لي إنه معك أوراق، وين هي؟ هذه الأوراق أمسك أنا أوريك الحين. أنت وش اسمك؟ قالوا اسمك إيش؟ حمد، حمد أبو نايف شريكهم بالورق.